وينضم إلينا مباشرة من أربيل رئيس معهد البحوث الأمريكية الكردية كاروخ خوشناو. سيد كاروخ، أهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه. بداية، يعني هل هناك معلومات حول مسار هذا الحوار الأمريكي العراقي والموقف الكردي تحديدا من هذا الحوار؟ نعم، الحوار التجديد الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، هناك جولتان في السابق في زمن إدارة ترامب، وأيضا جولة أخرى في زمن إدارة بايدن، وهناك تطلعات بأن تقوم، يعني هناك جولة أخرى في الأشهر القادمة. ولكن باعتقادي التوقيع على اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتجديد الاتفاق الاستراتيجي تقع بعد انتخابات العراق التي تجرى في الشهر العاشر. ولكن بشكل عام الموقف الكردي ليس مع الانسحاب الكلي للقوات الأمريكية، لأن البنية التحتية والبنية الاقتصادية والأمنية والسياسية وحتى الصحية ليس بنية جيدة للعراق ككل. وباعتقادي إذا انسحب القوات التحالف وخاصة القوات الأمريكية ستكون هناك مستقبل ليس واضح وخطير بالنسبة للعراق بوجود الميليشيات الموالية لدول الجوار، وأيضا بعدم وجود حكومة قوية في بغداد. وأيضا شفنا في السابق مخاطر السلاح المنفلت. نعم. وأيضا الميليشيات. طيب. الذين يطبقون أجندات أجنبية نعم. طيب، إلى أي مدى أستاذ شاروخ الحكومة الاتحادية تأخذ في الاعتبار الموقف الكردي؟ لو حصل اتفاق بين بغداد وواشنطن مثلا، هل ستلتزم أربيل؟ طبعا ممثل إقليم كردستان وهو السيد فوزي حريري هو جزء من المفاوضات، يعني عند الكرد في هذه المفاوضات عندهم مقعد خاص وعندهم وجهة نظر. وباعتقادي العقلاء السياسيين في العراق سنة وشيعة والكرد ليسوا في هذه الظروف، ليسوا مع الانسحاب الكلي للقوات الأمريكية، ولكن هناك ضغوطات من قبل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران بالتحديد، يريدون بتطبيق قرار البرلمان اللي صوتوا عليها فقط البيت الشيعي تحت ضغوط إيران في 5/1/2019 بعد مقتل السيد سليماني وأبو مهدي المهندس في مطلع سنة 2020. ولهذا باعتقادي ليس هناك اتفاق أو إجماع كلي لدى حتى الإخوان الشيعة والسنة بالانسحاب الكلي للقوات الأمريكية. وأيضا هناك مخاوف لدى الكرد بانسحاب القوات الأمريكية، وهناك فعلا مخاطر ظهور داعش من جديد ومخاطر الميليشيات وبوجود قوات الأمريكية. شفنا يعني هذا فيما يخص المخاوف الاتحادية، يعني هجمات شبه يومية على واضح جدا. ماذا بخصوص مخاوف الإقليم تحديدا؟ يعني تفضلت عن الميليشيات، عن قضايا أخرى تخص الوضع الاتحادي، فيما يخص الإقليم هل فعلا ستحصل عودة إلى ما قبل 2003 ونشهد إدارتين وأجهزة أمنية بشكلين؟ يعني ما هي المخاوف الكردية تحديدا؟ نعم، أنا لا أعتقد ذلك بأن ترجع عقارب الساعة للوراء وأن تقوم هناك إدارتين بين الإقليم، لأن في القضايا الاستراتيجية الحزبان الرئيسيان في الإقليم متفقان. ولكن هناك مخاطر، باعتقادي المخاطر الخارجية أكثر قوة من المخاطر الداخلية، ومخاطر الخارجية مخاطر دول الجوار ومخاطر الميليشيات، طبعا مخاطر ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، والتي شفنا قبل يعني يستهدفون مدينة أربيل لعدة مرات في السابق. أيضا هناك مخاطر جدية لظهور تنظيم داعش من جديد خاصة في المناطق المتنازع عليها. نعم، مباشرة من أربيل رئيس معهد البحوث الأمريكية الكردية كاروخ خوشناو، شكرا جزيلا لك.